حاتم قناوي كالعادة مشرفنا ومنورنا، والموضوع اللي حكينا فيه النهاردة مهم وعلى فكرة بيطبق على كل الناس. أي حد بيروح شغلانة جديدة حتى لو هو كان نجم قبل كده أو مدير، في الغالب بيتكتب له إن في 3 شهور تحت التجربة. ازيك يا شريف؟ أهلا، أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ كانت عاملة إيه الفترة دي بالنسبة لك في الشغل اللي أنت كنت بتشتغله؟ كنت صعبة سهلة؟ كنت يعني ادينا كده الكواليس. بص، هو في حاجة بصراحة اوكي هي اتعملت لي مرة واحدة بس yeah. في أول شغلانة اشتغلتها اوكي والشغلانة التانية بعد كده. كنت فاكر لما قعدت حكيت لك، كنت بقول لك أنا في حتة يقول لي تعالى هنشغلك ويحطوا زيرو جنب تتخطف. فما كانش بيحصل ده. طب في التجربة الأولى والتانية كانت بتعدي عليك سلسة ولا صعبة؟ لا، انا شويه في شغلي بيبقى عندي ثقه بنفسي، ببقى عارف ان انا همشي على الرولز، ما بحبش اغلط، فما كانتش عندي فيها مشكله. لا، بعد كده الشغلانه اللي بقى لي سنين فيها 23 سنه تلفزيون، لما رحت ما كانش فيه ده، كان في بتتعين بتعمل اختبار وبتتعين، ما كانش فيه فتره التجربه، هما بيعلموك. لما طلعت منه على القنوات الخاصة كنت بطلب، فما كانوش هيقولوا لي هيعمل لك شهرين او اختبار. طب حلو حلو، مش ده حاجة حلوة. مش الكلام ده بقى، بس يعني هو ده اللي حصل. عايزين نعمل فقرة اعترافات شريف. والله يعني لو انا كل حاجة بقولها كل حاجة بقولها كل يسجل وراك بقى. بس لا، بس هقول لك حاجة يعني بصراحة. يعني في مثلا اماكن انا رحتها من غير الغاطة، كنت انا هجرب، مش عارف انا هستمر معاك ولا لا. اوكي، بس هايل جدا. اي حد بينجح في الانترفيو بنقول له الف الف يوم مبروك، خلاص خلصت المهمه الشاقه، وبيبقى عنده كده سعاده وفرح كبير جدا. انا خلاص التعب بتاع كتابه السي في والانترفيو والحاجات دي كلها خلصت، لكن هي المهمه ما خلصتش. ليه؟ خالص. لان انت شريف في كده زي جسر بيقول لك ما بين مرحله ان انت اتقبلت وما بين ان انت هتكمل، الاثنين مش حاجه واحده. الفتره دي بتسمى فتره الاختبار او probation period، الفتره اللي انت بتختبر فيها او بتعمل فيها الاختبارات اللي انت هتكون من خلالها بتقاس من خلالها الى اي مدى انت هتستمر. فايه هي فتره الاختبار دي؟ هي عباره عن فتره زمنيه بتالي او بتيجي بعد نجاحك في الانترفيو، علشان المؤسسه تقول هل انت عندك الكفاءه لتاديه المهام اللي مطلوبه منك ولا لا. لان انا مش الانترفيو هو برضو مش مقياس نهائي على ان انا اقول ان انت هتدخل في المكنه زي ما بيقولوا كده بيطلع قماش، لازم تتحط كده جوه المطبخ وتجرب وتدوس والحاجات دي كلها. فدي فتره مهمه جدا جدا جدا، وبتبين عليها قرارين، يا تكمل يا لا. الموضوع طب بهذا الوضوح، انت اتحطيت فيها؟ اتحطيت فيها، واتحطيت فيها في اماكن مختلفه، لان انا كمان اشتغلت في مؤسسات وقت ما كنت بشتغل في الميديا او في الاعلام، كنت بشتغل في مؤسسات غير مصريه، فالعقليه الاجنبيه برضو اكيد انت هتكون فاهم انا بقول ايه يا شريف، مختلفه في الحته دي. هم ما بيتعاملوش بمنطق، يعني انا لما اتعاملت مع كيان مش مصري ومش عربي الفتره دي كانت بالظبط بالظبط، انت لو كحيت ده داخل في التقييم، لو قمت امتى وقمت ليه وقمت فتره قد ايه، فالموضوع كان شبه مراقبه. عشان كده انا جاي اتكلم النهارده ازاي ننجح في الفتره. طب اتحطيت في العكس؟ قلت لهم انا هجرب معاك ولو ما ارتحتش مش هكمل؟ بص، ما قلتهاش بالشكل ده، بس انا جت، انت عارف انا اصلا من اسكندريه والاعلام اغلبه كله في القاهره، فكان لازم في فتره اشتغل من غير فلوس، علشان انا اصلا كمان مش دارس اعلام، انا واخد كورسات اعلام بس دراستي مش اعلام. فطلبت ان انا اقعد فتره زمنيه اشتغل بدون مقابل مادي، لان انا عارف ان انا عندي الكفاءه والحمد لله. هو انا عارف ان انت عندك الكفاءه كمان. نعم، انا عارف ان انت كمان عندك الكفاءه. طب دي حاجه، انت اي مكان هتبقى فيه مش هتبقى عايز تغلط خالص، ومش هتغلط. ما بحبش احط نفسي شخصيتك كده، ما بحبش احط نفسي ابدا في موضع خطا. عشان كده انا حتى مثلا انت شخص بيذاكر بطريقه مرعبه. انت الفقره بتاعتك دي من اصعب الفقرات اللي بنعملها هنا في البرنامج، مذاكر وقاعد ودارس كل صوره بتتحط هيتكلم عليها ازاي. انا بصراحه بيعقدني. طب يا رب التعقيد حلو مش تعقيد. لا تعقيد حلو طبعا. لا ساعات بغير منك اصلا، ده حاجه تشرفني والله. انا ما بهزرش، ساعات بغير منك. قلت عارف ساعات الواحد يبقى ايه، عايز يبقى عارف كل حاجه، فاهم ازاي؟
وانت عارف برضه المذيعين ساعات كده بيبقوا عندهم حته كده، انا قاعد قدام الضيف انا مش فاهم حاجه من اللي هو بيقوله، فانا بيحصل لي كده معاك، انا قاعد قدامك انا مش فاهم اي حاجه اللي انت بتقوله، حتى انت تلاقيه كتير انا في الفقره بتاعتك ببقى قاعد ساكت مستمع مش بتناقش. يعني كلامك على راسي من فوق، بس خليني اقول لك ان انا جزء من احترامي لشخصك اولا ولجمهورك ثانيا، انا فعلا يعني ما بجيش هنا الا وانا مذاكر وانا حافظ ومحول الداتا لصور عشان الساده المشاهدين يستمتعوا بيها، فده جزء شكرك. من احترامي للمكان. عايزين نجامل في بعض، عايزين شفت كده ايه الفقره كلها مجامله دي. كمل. طيب احنا بنتكلم زي ما قلنا على فتره الاختبار، دي الفتره دي المفروض انا كواحد او راجل او سيده المفروض احقق فيها ايه؟ الفترة دي لازم اطلع بيها بحاجتين يا شريف، الحاجة الأولى إن أنا أسيب انطباع إيجابي، الانطباع الإيجابي ده بيخلي المؤسسة تشوف إن أنا أكمل، والانطباعات دي مختلفة، ارتحت لك، شفت شغلك فاتبسطت منه، اتعاملت معاك فلقيت أسلوبك راقي، كل دي انطباعات. الحاجة التانية إن أنا بديك مهام تعملها فأنت بتنجح فيها. مش مجرد إن أنا ارتحت لك بس أنت أدائك مش حلو. فانا مرتاح لك كشخص كانسان لاسلوبك، ومتاكد ان انت لما عملت المهام نجحت فيها فهتكمل. عشان كده دايما بيقول يا شريف في الحته دي مسؤولين التوظيف، هقولها بالانجليزي بعدين اقلبها عربي، they hire attitude than skills. الناس المسؤولين التوظيف بيوظفوا سلوك وبعدين يبصوا على ايه المهاره. احنا او مش عمم، بس في ناس بتشوفها العكس، انا عايز اوريهم ان انا شاطر جدا واعمل، مش مهم ان انا ايه اجي متاخر، مش مهم ان انا عامل مع حد وحش، ما انا شاطر. الحقيقه العكس طبعا. انا فارق معايا، واعتقد يا شريف انت كواحد برضو مسؤول ممكن دي انت بتجربها، انا فارق معايا ان انت أنا يعني ممكن تقابل حد شاطر حلو جدا بس سلوكه يقولك مش هكمل. انا عايز السلوك، لان بعد كده المهارات دي انا هدربها على طريقتي وعليها. برافو. بس اديني حد محترم امين صادق بيحترم مواعيده، بيحترم شغله، بيحترمني، بيحترم نفسه. صح. حتى لو مش شاطر انا هخليه شاطر. صح. عشان كده السلوك في الفتره دي يا شريف مهم جدا. مش بقول المهاره مش مهمه، بس لو هنعمل اولويات لا السلوك اهم. طبعا. ثلاث حاجات لازم نتكلم أنا عليها. انا عندي السلوك ده يمثل عارف قد ايه؟ لو حد هقول ده قررت انه يشتغل معايا 75%. ياه. بالنسبه لك. طبعا. طبعا. وال 25% دولت لو المهارات عنده 5% منهم وانا هكمل من عندي ان انا اقعد اديله بنيه كويسه 20% اللي فاضلين له، انا كده مش محتاج اكتر من كده. ويمكن احنا قلنا في حلقه فاتت ان انت برضو بتبقى حريص ان انت تدخل في صفحات الناس عشان طبعاً. برضو السلوك بيبان في السوشيال طبعاً. ميديا. طبعا بشوف ده بيخش يعمل ايه، ايه طريقته مع الناس، بيخش بالزبط. يكتب ايه، بيشتم مين، بيشتم لا طبعا صحيح. وده بيأكد ان السلوك مهم جدا. فخلينا برضو اشوف بناء على الكلام اللي انت قلته اقول لك على الثلاث كده عناوين رئيسيه قبل بقى ندخل في الموضوع بشكل جدي. واحد، فتره الاختبار دي مش معناها ان انت اشتغلت. اولا هي الفتره المتوسط ليها 90 يوم او 3 شهور، لان دي بتبقى فتره كافيه ان انت ايه اخدت بقى ايه وقتك كافي، ما عندكش حجه. احيانا في مؤسسات بتعملها اقل، احيانا بتعملها اكتر، بس الثابت هو 90 يوم. فمش معنى ان انت في فتره اختبار ان انت ريحت بقى والله انا كده خلاص اشتغلت، لا ده مش معناه ان انت اشتغلت. فلازم تكون مدرك ان مجهودك لازم يكمل ويستمر ان انت مركز فيه. الحاجه الثانيه ودي حاجه برده مهمه جدا، ان طبيعي جدا اي انسان بيدخل على حاجه مجهوله يتوتر ويخاف منها. انا داخل شغل جديد، معرفش الناس، معرفش قواعد المكان، معرفش مواعيده، معرفش كل الحاجات دي، طبيعي اخاف، طبيعي اقلق. فده مش معناه انها حاجه وحشه. الحاجه اللي تبقى وحشه امتى؟ الموضوع يستمر. فاحنا لو بنتكلم على 90 يوم، اول 10 ايام تمام، 20 يوم تمام، اول شهر تمام، بس مش كل الثلاث شهور. فلازم انتقل من مرحله ان انا خايف متوتر اقبلها في الاول، بس انا جزء من تقييمي ان انا ما ده ما يستمرش، ما يحسوش ان انا على طول لوحدي، ما بكلمش حد، خايف، مرتعش، متوتر، ده بيجيب اثر وانطباع سلبي على المستوى بتاعك. الحاجه الثالثه، الفتره دي زي ما احنا قلنا انت زي ما تكون محطوط تحت اكس راي، زي اشعه مراقبه. تصرفاتك، كلامك، لغتك، اسلوبك، اللي انت بتعمله، شغلك
تحت الملاحظه، فلازم تكون مدرك ان ما ركزش على حاجه وتجاهل الباقي، انت كل حاجه هتعملها تحت الملاحظه. حلو قوي. طيب كده خلصنا الشق ده، نسمع اغنيه يا ريت مخصوص علشانك. دي هديه بقى. طبعا يا سلام. طبعا عندنا كمان حاتم ايناوي. هنسمع دلوقتي عمار يا اسكندريه للفنان العبقري الاستاذ محمد الحلو. الله. بعديها فاصل ونرجع نكمل معاك. يلا بينا. يلا بينا مزيكا. وعمار يا اسكندرية يا جميلة يا مرية، وعد ومكتوب عليا ومسطر على الجبين، ومسطر على الجبين. لو اشرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة، واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين، والناس الطيبين. حكاياتك يا دنيا حواديت وناس ودنيا، بحواري اسكندرية وليالي المنشدين. واما التاريخ يواكب ويزاحم بالمناكب، يتعبى في المراكب وغناوي الصيادين، يتعبى في المراكب وغناوي الصيادين. وعمار يا اسكندرية يا جميلة يا مرية، وعد ومكتوب عليا ومسفر على الجبين، ومسفر على الجبين. لو اشرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة، واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين، والناس الطيبين. اوبا أربعة شارع. رجعنا لكم مرة تانية، حاتم ايناوي منورنا كالعادة. النهارده بنتكلم عن لما نتقبل في الشغل، الثلاث شهور للشغل بيجربنا، واحنا كمان بنجربه، مش هقول بس هو بيجرب، احنا كمان بنجرب، ممكن ما احنا اللي ما نرتاحش. وده حقك على فكره، انت حقك ان انت ممكن تقول ان انا ما ارتحتش، فما تكملش، دي مش حاجه تعيبك. صحيح. فالطرفين بيجربوا بعض. احنا دلوقتي يا شريف هنتكلم على 10 حاجات لو عملناها بتزود نسب نجاحنا في فتره الاختبار اللي هي الثلاث شهور الاولى. اوكي. فتعالى كده نمسكهم واحده واحده. الاولى، انا لازم اتعرف على الناس اللي جوه واعرفهم بنفسي. يعني فكره الشغل اللي الناس بتاخدها او بيعتقدوا ان ما فيش علاقات شخصيه، دي حاجه سيئه جدا. وعلى فكره العلاقات الشخصيه مش قصدي فيها ان احنا نتحول في يوم وليله نبقى اصحاب، بس لازم انا في ناس هبقى في وشي في وشهم، فعلى الاقل انا اسمي كذا، جاي من شغلانه كذا، هواياتي، يعني المعلومات الاساسيه. ما بنقولش ادخلوا في المواضيع الشخصيه واكسروا الحدود مره واحده، بس انا لازم اتعرف على الناس واعرفهم بيا عشان الالفه اللي موجوده في بيئه الشغل تخليني مرتاح، لان دي فتره بالنسبه لي انا تحت اختبار، فانا ممكن اكون متوتر وخايف. فدي حاجه مهمه جدا، اعرف نفسي للناس واتعرف عليهم ضمن اطار وحدود ما تخطاهاش، لان احنا لسه مش صحاب، دي فتره اختبار مش اكتر ولا اقل. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، لازم احدد مع مسؤولي المباشر او مديري المباشر او المسؤول الكبير ايه معيار نجاحي في الفتره دي، لان انا ممكن اعتقد ان انا داخل الشغل بعقليه ان انا لو عملت 1 2 3 هو ده اللي هينجحني. المدير بالنسبه له في الفتره دي انا فارق معايا 3 2 1، فمثلا انا واحد داخل ان انا عايز ابقى بكتب تقارير يوميه وابعتها للمدير اسلمها له، هو المدير ممكن يكون عايز يبعت لي الايميل عايز اشوف بتكتب ازاي. فما ينفعش اقعد مع نفسي واحط قواعد نجاحي ليا. انت في فتره اختبار، لازم تسال المدير امتى انجح في المهمه دي؟ هيقول لي لما تعمل كذا كذا كذا، خلاص يبقى عندي مسطره واطار واضح اسعى له عشان انجح. فما ينفعش اعمل ده مع نفسي، لازم اسال المدير ايه هي معايير نجاحي. اوكي. دي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه، لازم تسال الفتره دي اكبر قدر ممكن من الاسئله، لان انت فتره تتعلم عشان هتاخد المعلومات دي وتكمل بيها لو نجحت للمستقبل. فمش عيب، لان احيانا في ناس بتاخد يا شريف مفهوم السؤال ان ده يظهرهم ان انا شخصيتي ضعيفه او ان انا جاهل. مش عيب،
مش عيب ان انت تسأل، وده لا يقلل منك، احنا بنتعلم، ومهما الواحد كبر بيفضل يتعلم وبيعمل حاجة جديدة، فلازم تسأل سواء زمايلك، مديرك، دي بتتعمل ازاي، امتى اعمل دي باحسن جودة، طب دي لو غلطت فيها اعملها ازاي. كل ما جمعت معلومات في الفترة دي كل ما عرفت تأدي المهمة بكفاءة. دي تالت حاجة. رابع حاجة، اتعرف على مقر الشغل. انت لازم تكون عارف بالظبط ايه المساحات بتاعته، انت لو عايز تاخد بريك او راحة تقف فين، لو عايز تعمل اكل او مشروب تروح فين. التعرف على مكان برضو بيقلل ضغط التوتر بتاعك ان انت موجود في مكان اول مرة تكون تتعامل معاه. بالعكس ده انت كمان ممكن لما تتعرف على المكان تلاقي مثلا في زي حاجة بيعملوا فيها شاي ولا حاجة، تتكلم مع زمايلك، تعمل شاي لزميلك وانت اللي قاعد معاك في المكتب، فالود يبقى اكبر. فدي حاجة مهمة جدا ان انت تتعرف على اجواء المكان والمقر، مش مجرد انت جاي تعمل شغلتين وتمشي. فده النقطة اللي بعد كده. النقطة التالية، ودي برضو من النقاط المهمة جدا وانت كنت بتقولها في النقطة في تجربتك انت، ايه؟ الثقة بالنفس. مش معنى ان انت تحت الاختبار ان انا ابان بقى منكسر وضعيف، انت مهم تبين شخصيتك، لان ده انت جزء من تقييمك انت شخصيتك عامله ازاي. فالثقه في النفس حاجه مهمه جدا، بتبان في الصوت، بتبان في الاداء، في حركه جسمك، في طريقه حلك للمهام المطلوبه منك. انت لو ما اظهرتش دلوقتي ان انت واثق في نفسك هتظهرها امتى؟ في بقى نقطه، في ساعات ناس واثقه في نفسها زياده عن اللزوم، فيبقى بيعمل المهام بتاعته وعايز يعمل المهام اللي حواليه عشان يوري ان هو عضلات جامده، يعني فاهم ازاي؟ صحيح. انا بشوف ده، انا ضد ده. انت اصلا يا شريف لما بتختبر في الفتره دي انت بتختبر على مهمه معينه بتاعتك، خلصها، خلص 3 شهور واعمل اللي انت عايزه. يعني عايز تعمل تدخل على اللي جنبك ما عنديش مشكله. انا ضد ان ندخل على اللي جنبه حتى بعد 3 شهور. بس هقول لك ليه مهمه، غير لو اللي جنبه طلب. هقول لك ليه مهمه في الظروف دي. في بعض المؤسسات بسبب الظروف الاقتصاديه بتقلل عماله، فلما بيجي بيختاروا مين اللي يمشي دايما بيختاروا اللي ممكن استبدله. وعشان كده اي حد عايز يقيس نجاحه في الشغل اسال نفسك، هو انا لو بكره مشيت الشغل يمشي هيتاثر ولا هيتاثر؟ لو اتاثر طبعا مفيش حد، عشان برضو نكون صريحين، مفيش حاجه اسمها شخص يقف عليه الشغل، الشغل بيمشي، بس ممكن الكفاءه تقعد فتره تنزل لحد ما يجيبوا حد بديل. فانت لو بكره مشيت وعادي خلاص، انا لو عندي اي هفوه اي مشكله انت اول واحد هتمشي. بس لو اتعلمت مهام الاخرين الشغل ممكن يدفع لي مرتبي ويستغنى عن الاخرين. ليه؟ لان انا بعمل نفس اللي بيعملوه غيري. فده بيفرق. صح. ففي الظروف اللي احنا فيها لا مهمه. ايه كمان؟ فدي الحاجه، النقطه اللي بعد كده، النقطه اللي التانيه، ودي حاجه ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، المظهر. مش معنى ان انا في الشغل ومش معنى ان انا ببين ان انا شاطر انسى نفسي. بص يا شريف، شئنا او ابينا العين بتحكم وبتعمل انطباعات. انا لما اشوف شريف لابس حلو برتاح له، عايز اتعامل معاه. النظافه الشخصيه، قصه الشعر، الاكسسوارز. وهنا عايز اقول حاجه عشان الناس ما تفهمش غلط، مش المقصود اشتروا غالي، بس في فرق ما بين ان انا بشتري براندات وحاجات غاليه وفي ان انا بشتري لبس عادي مهذب. بالظبط. فانا ممكن اجيب لبس عادي جدا وباسعار اللي هي كلنا بنشتريها، مش براندات، بس يبقى متناسق. فمهم قوي احافظ على شكلي لان ده بيدخل في التقييم. صحيح. فدي نقطه مهمه جدا، النظافه الشخصيه والشعر، ولازم برضو هنا لبسي يتناسق مع شغلي. يعني في شغل بيبقى بطبيعته فورمال، ما اجيش بقى انا عامل بقى فيها العامل المتمرد، فلا انا مش عايز اشتغل، هتقعد في بيتكم. فدي النقطه التاليه اللي بعد كده، ودي برضو من النقاط المهمه، اياك تعمل مشكله في الثلاث شهور دول، يا مشكله او تنتقد. لان في ناس بتروح الشغل بعين ايه، وانا عارف ان هو بيعملها بنيه حلوه، انا لو قلت لهم غيروا رتم الحاجات، يجيب دي هنا ودي بيب هنا، فاللي هو ايه، انا قلبي على الشغل. لا، ده مش دورك. دي فتره ما ينفعش تعمل اي مشاكل، سواء مع الناس زمايلك، مع مديرك، مع حتى لو انت شغلك بيبقى فيه تعامل مع ناس من بره، ما ينفعش خالص اي مشكله هتاثر على تقييمك. وفي نفس الوقت انت مش جاي على ناس عشان تقول لهم انتوا كنتوا بتعملوا غلط فانا بقى ابو العريف اللي اقول لكم صح. فارجوكم تجاهلوا الاثنين دول، ومش بقول ان احنا مش هنغلط، بس ايه، بلاش الثلاث شهور دول. دي النقطه اللي بعد كده. برضو من النقاط المهمه اللي هنشوفها دلوقتي، ودي برضو مهمه قوي وقلناها قبل كده بس بناكد عليها،
ما ينفعش اروح شغل جديد لو انا اشتغلت قبل كده، فاجيب بقى سيره بقى ايه الدفاتر، عارف اللي هو ايه شغل اللي فات تعال يا ده المدير فلان الفلاني ده انا كنت يا سيد. كله موصل على بعضه. برافو عليك، هي اوضه وصاله. ومش بس كده، انا كوظيفه جديده هخاف منك. ليه؟ لان انت بالبلدي انت غير امين صح، وممكن اعمل اي حاجه انت تنقلها بره صح. فارجوكم ما تجيبوش سيره الشغل، عايزين تجيبوها بالحلو جيبوا، من غير كده اسكتوا خالص. النقطة اللي بعد كده المواعيد، الفترة بتاعت الثلاث شهور، واحنا عندنا يعني انت عارف في الثقافة المصرية شوية عندنا مبدأ الخمس دقايق المصرية، خصوصا في الوصول. الشغل الساعة 7 يبقى الساعة 7 ل 5 انا واصل عشان بجهز نفسي، عشان ده بيدخل في التقييم بشكل يا شيف انت مش متخيله، فكرة المواعيد وفكرة الاجازات. ارجوك في الثلاث شهور الاولى بلاش اجازات الا لو في طارئ، خلاص ده وضع خلاص خارجي، بس ما ينفعش تتاخر وما ينفعش تمشي بدري بحجه ان انا لسه جديد فما عنديش شغل. لا، انت تقعد لاخر المده تراقب اللي بيحصل حواليك عشان تتعلم، بس ما فيش حاجه اسمها انا ما عنديش حاجه اعملها او عندي ظرف او الدنيا زحمه. في الثلاث شهور دول الاعذار دي ما ينفعش تخليك في سكه وحشه. اخر حاجه في النقاط العشره، طبيعي نغلط، دي فترة انت بتتعلم فطبيعي تغلط، فما ينفعش تغلط فتكابر او تقول لا 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 والله اصل انا كنت عارف المجادلة لمجرد ان انا اطلع ان انا كويس. مش عيب، انت لو ما غلطتش مش هتتعلم. المهم ما نكبرش، ما نجادلش، نتعلم من النصايح اللي هتتقلنا ازاي نتفادى الخطأ وما نكرروش، ولكن الخطأ في الفترة دي مقبول، والا انت هتتعلم امتى؟ فدول 10 حاجات يا شيف لو عملناهم البروبيشن بيريد او فتره الاختبار نقدر نجتازها بنجاح، وساعتها نكمل في الشغل ونقول بقى ساعتها الف مبروك بقلب. الف مبروك حبيبي. شكرا يا حاتم، شرفت النهارده جدا. ميرسي يا حبيبي. ميرسي، بشكر حاتم قنهاوي على وجوده معانا النهارده. اتمنى انكم اتبسطتوا عندنا في حلقه نهايه الاسبوع. بكره الجمعه جلسه البرنامج، نكون معاكم على خير بعد بكره. شكرا لكم، باي باي.